بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في المحاضرة دي عن مصادر القاعدة القانونية. يعني ايه مصادر القاعدة القانونية؟ يعني الجهة أو المكان أو السلطة اللي ممكن منها تنتج القاعدة القانونية، ممكن منها تيجي القاعدة القانونية. أول مصدر للقواعد القانونية قلنا المشرع، فالتشريع يعتبر المصدر الأول للقواعد القانونية. ثاني مصدر للقواعد القانونية هو العرف. ثالث مصدر للقواعد القانونية هو مبادئ الشريعة الإسلامية. المصدر الرابع والأخير للقواعد القانونية هي مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. يبقى يعني إيه مصدر القاعدة القانونية؟ ده المكان أو الجهة أو النطاق اللي بتنتج منه القاعدة القانونية، اللي ممكن نجيب منها القاعدة القانونية، اللي ممكن نشتق منها القاعدة القانونية، اللي تعتبر مصدر للقاعدة القانونية، اللي بتجيب لنا القاعدة القانونية. فعندنا كم مصدر للقاعدة القانونية؟ 4 مصادر للقاعدة القانونية. المصادر دي مرتبة في القانون، إن أول مصدر يا قاضي أول ما تحكم شوف في التشريع نص ينظم العلاقة ولا لأ، اللي هي محل النزاع. طب ما لقيتش في التشريع، روح للمصدر الثاني لمصادر القاعدة القانونية وهو العرف. فأول مصدر التشريع، ثاني مصدر العرف، ثالث مصدر مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. المصدر الرابع والأخير بقى اللي هي مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة، قبله مبادئ الشريعة الإسلامية. نبدأ في المصدر الأول من مصادر القاعدة القانونية. إيه هو التشريع؟ إيه تعريف التشريع؟ قال لك التشريع ده مجموعة القواعد القانونية المكتوبة الصادرة من السلطة المختصة. مجموعة القواعد القانونية المكتوبة الصادرة من السلطة المختصة. يبقى في كذا سمة للتشريع دلوقتي. السمة الأولى إن قواعده مكتوبة. السمة الأولى للتشريع إن القواعد التشريعية قواعد مكتوبة، إن السلطة المختصة بإصدار التشريع وفقا لدستور 2014 هي مجلس النواب. السلطة المختصة بإصدار التشريع وفقا لدستور مصر 2017 هي مجلس النواب. يعني اللي بيصدر التشريع مين؟ نواب الشعب. يبقى في سمتين من التشريع دلوقتي، السمتين للتشريع هو إنه مكتوب، تاني حاجة إنه صادر من نواب الإيه؟ الشعب. بناء على السمتين دول هتتحدد ايه مزايا التشريع وايه عيوب التشريع. اللي هي على الجانب الاخر مزايا التشريع هي عيوب العرف، وعيوب التشريع هي مزايا العرف. طيب نأكد بقى، نقول ان التشريع مجموعة القواعد القانونية المكتوبة الصادرة عن السلطة المختصة، والسلطة المختصة في مصر بإصدار التشريعات هي مجلس النواب وفقا لدستور 2014. خلصنا من الجزئية دي. طيب في جزئية تانية نتكلم فيها، ايه هي مزايا بقى التشريع. اول ميزة من مزايا التشريع ان التشريع بيتسم بالوضوح. فاول ميزة في التشريع الوضوح. اول ميزة في التشريع الوضوح. ليه؟ لان التشريع بيبقى مكتوب ومصاغ بدقة. طالما ان التشريع مكتوب ومصاغ بدقة فإن القاعدة التشريعية تعتبر قاعدة واضحة. القاعدة واضحة لأن قاعدة مكتوبة يمكن الحصول عليها ويمكن الاطلاع عليها ويمكن التعرف على مضمونها. يبقى أول ميزة في التشريع الوضوح. تاني ميزة في التشريع، تاني ميزة من مزايا التشريع السرعة. يعني إيه السرعة؟ إن أنا لو أنا عايز أعمل تشريع خاص بأي قانون، مجلس النواب بينعقد ويعمل التشريع، يدرس مشروع القانون ويعمل التشريع وبسرعة يصدر القانون. يعني أنا هفرض عندنا مشكلة خاصة بكورونا مثلا، ممكن مجلس النواب حد يقدم من الجهات المختصة بتقديم مشروع قانون، يقدم مشروع قانون، مجلس النواب يجتمع ويحط قانون ينظم موضوع كورونا ده وينظم ضبط العلاقات فيما يتعلق بمواكبة كورونا ده. سرعة. يبقى في كده مستين، الوضوح ان القاعدة التشريعية قاعدة واضحة، ليه؟ ان مكتوبة ومصاغة بدقة. اثنين، قاعدة تشريعية برضو الميزة بتاعة التشريع الثاني ان هي السرعة، ان انا ممكن بسرعة اصدر التشريع. طيب كده الميزة الثالثة من مزايا التشريع وحدة المجتمع.
وحدة المجتمع، لأن إحنا قلنا القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة، طالما قاعدة عامة ومجردة وبالتالي هتؤدي إلى توحيد المجتمع، وبالتالي سن الجواز هنلاقيه واحد على مستوى كل مصر. سن التجنيد واحد على مستوى كل مصر، وبالتالي القواعد التشريعية بتوحد المجتمع، يعني بتوحد المجتمع؟ بتبقى واحدة على كل أفراد الإيه؟ المجتمع. كده ثلاث مزايا للتشريع، أول ميزة الوضوح، ثاني ميزة السرعة، ثالث ميزة وحدة المجتمع. رابع ميزة من مزايا التشريع التطوير. يعني إيه التطوير؟ هنقول لأن التشريعات مكتوبة، فبالتالي ممكن ألاقي تشريعات الدول المتقدمة مكتوبة، وبالتالي ممكن اشتق منها او انقل منها ما يتناسب مع ظروف مجتمعي، وبالتالي اقدر اطور قوانيني بما يتناسب مع التغيرات والتطورات اللي حصلت في المجتمعات المتقدمه، ان تشريعاتهم مكتوبه يبقى سهل انقل منهم واطور قانوني. يبقى تاني ميزه التطوير. رابع خامس ميزه، ودي الميزه الاخيره، الملائمه. ان التشريع عشان هو سريع يبقى ملائم لاحتياجات المجتمع، هيلبي احتياجات المجتمع، ان هقدر اغيره بسرعه بما يتناسب مع احتياجات المجتمع. كده كم ميزه في التشريع؟ خمس مزايا: الوضوح، السرعه، وحده المجتمع، الملائمه، التطوير. ممكن السؤال ده يجي لك اكمل من مزايا التشريع، هي تكتب الخمس مزايا دول: الوضوح، السرعه، وحده المجتمع، الملائمة، التطوير. طيب ممكن يجي لك صح وغلط. من مزايا التشريع انه يتسم بالوضوح، واللي صح لان القواعد القانونية قواعد مكتوبة ومصوغة، او اجيب لك اي خاصية من دول تقول لي صح او غلط وتقول لي ليه. طيب عيوب التشريع، قال لك ان التشريع نظر لانه صادر عن نواب المجتمع، فالعيوب بتاعته مرتبطة في بنواب المجتمع. بمعنى لو انا اخترت نواب المجتمع بكفاءة ودقة، واخترت ناس بيعبروا عن احتياجاتي ويعبروا عن مصالحي وعندهم الكفاءة والقدرة العالية لفهم احتياجات المجتمع، فهم احتياجات الشعب، هيحاول المزايا اللي احنا قلناها. طب لو انا اخترت ناس للأسف الشديد ما اخترتهمش بدقة، او انا ما رحتش اختار، او هم جم عن طريق ناس معينة عن طريق احبابهم ومحاسبهم هم اللي نزلوا وانتخبوهم، يقول لك في الحالة دي يجي ممكن نيجي نلاقي عيوب التشريع. اول عيب من عيوب التشريع، وهو ان ممكن يتسم التشريع بالتحكم. يعني ايه التحكم؟ ان نواب الشعب ممكن يحاولوا ان هم يرضوا الحاكم، فبيحطوا قواعد قانونية بتسيطر للحاكم وبتساعد الحاكم انه يحقق انه يكون مستبد. هم بيساعدوا الحاكم انه يكون مستبد ليه؟ هيحطوا قواعد قانونية على اعتقاد انها بتحقق مصلحة الايه؟ الحاكم. يبقى اول عيب في التشريع ده ناتج من عدم اختيار نواب المجتمع نواب الشعب بكفاءة، فبيضعوا قواعد قانونية تساعد على التحكم. اثنين، العيب الثاني، اول عيب التحكم في التشريع، وده مرتبط ان انا ما اخترتش بدقة نواب الشعب. العيب الثاني هو عيب الثبات والجمود، ان انا لو حطيت نواب الشعب ما بيعبروش عن احتياجات الشعب، ما بيعبروش عن مصالحهم، مش عندهم الكفاءه اللازمه لتحقيق احتياجات الشعب، هيسيبوا التشريعات زي ما هي، وبالتالي هلاقي عندنا تشريعات قديمه قوي عدى عليها وقت طويل، وبالتالي التشريع هيتصب بالجمود والثبات. يعني ايه الجمود والثبات؟ مش هيتغير، هيفضل ثابت مكانه. ليه تشريعات عندنا من سنه 20 من سنه 1930 و1940؟ الجمود والثبات، لان نواب الشعب ما بيمثلونيش بدقه. يبقى هنا العيب الثاني الجمود والثبات. العيب الاولاني قلنا التحكم. العيب الثالث ان هو ممكن للاسف الشديد السرعه في اصدار القوانين من نواب مثلا ممكن ما يكونش عندهم درايه، او ممكن ما تمش اختيارهم بكفاءه، قد يؤدي هذا العيب الى عدم دراسه القوانين، عدم دراسة القوانين والتأني في إصدار القوانين، وبالتالي قد تصدر دون أن تعبر عن احتياجات المجتمع، دون أن تعبر عن احتياجات المجتمع، تصدر فيها أخطاء مش مناسبة لاحتياجات المجتمع. العيب الرابع والأخير، إن لو أعضاء مجلس النواب ما بيمثلوش المجتمع تمثيل دقيق، فمش هيحقق احتياجاته، مش هيعبروا عن مصالحه، مش هيعبروا عن مطالبه، فبالتالي ممكن لا الا يتناسب التشريع مع احتياجات الايه؟ المجتمع. يبقى ايه عيوب التشريع؟ اول عيب التحكم، ثاني عيب الثبات والجمود،
ثالث عيب ان السرعه قد تؤدي الى صدور قوانين غير مدروسه وغير مناسبه لاحتياجات المجتمع. رابع عيب ان اعضاء مجلس النواب اذا لم يتم اختيارهم بدقه قد لا يلبوا احتياجات المجتمع. كده عرفنا ايه هو التشريع، مين هي السلطه المختصه باصدار التشريع، واهم سمتين في التشريع ايه؟ انه مكتوب وانه صادر عن مجلس النواب، وقلنا ايه مزايا التشريع وقلنا ايه هي عيوب التشريع. نيجي دلوقتي بقى نتكلم كده، اتكلمنا في التشريع تعريفه ومزايا وعيوبه، نيجي نقول ايه مراحل سن التشريع، ازاي التشريع ده بيصدر، ازاي التشريع بيصدر، يعني ايه هي مراحل سن التشريع. التشريع بيمر باربع مراحل. التشريع عشان يصدر، يعني القواعد المكتوبه الصادره عن مجلس النواب دي عشان تصدر بتمر باربع مراحل. المرحله الاولى وهي مرحله الاقتراح. المرحله الاولى من مراحل سن التشريع وهي مرحله الاقتراح. يعني ايه مرحله الاقتراح؟ ان في جهات مختصه حددها القانون بتقدم مشروع القانون او بتقدم مقترح بقانون. تقدم مشروع القانون او تقدم مقترح بقانون. مشروع القانون ده اللي بتقدمه، مين اللي ممكن له الحق يقدم مشروع القانون؟ دي المرحله الاولى مرحله الاقتراح. ايه اهم شيء بقى الاربع مراحل اللي بيمر بيهم التشريع؟ قال لك التشريع بيمر بمرحله الاقتراح، دي اول مرحله من مراحل سن التشريع. ثاني مرحله مرحله الاقرار. ثالث مرحله مرحله التصديق على مشروع القانون. اخر مرحله هي مرحله نشر موضوع مشروع القانون. مرحله الاقتراح، مين اللي له الحق يقدم مشروع قانون او اقتراح بقانون؟ قال لك اللي له الحق اول جهه سلطه لها الحق تقدم مشروع قانون رئيس الجمهوريه. يبقى رئيس الجمهوريه لو عنده مشكله معينه داخل الدوله بيقترح على مستشاريه انه يقدموا له مشروع قانون خاص مثلا بالارهاب، خاص بامن الدوله، خاص بالمرور، اي مشروع قانون هو عايزه. يبقى اول جهه ممكن تقدم مشروع قانون مين؟ رئيس الجمهوريه. اللي هي يبقى اول جهه ممكن تقدم مشروع قانون في مرحله الاقتراح رئيس الجمهوريه. ثاني جهه ممكن تقدم مشروع القانون في مرحله الاقتراح مجلس الوزراء. مجلس الوزراء مش رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي مجلس الوزراء بيجتمع وبيقدم مشروع القانون اللي هم عايزين يعملوه. نفرض احنا عندنا نعمل مشروع قانون بخصوص الامراض الموجوده او الاوباء الموجوده زي مرض كورونا مثلا، فلازم مجلس الوزراء هو اللي يجتمع ويقدم مشروع قانون لمجلس النواب. يبقى اول جهه بتقدم مشروع قانون رئيس الجمهوريه، ثاني جهه مجلس الوزراء، ثالث جهه بتقدم مشروع قانون ما لا يقل عن عشر مجلس النواب. ما لا يقل عن عشر مجلس النواب، يعني يتعمل مشروع قانون ويتوقع عليه من عدد ما يقلش عن عشر مجلس النواب. لان لو مجلس النواب فيه 300 ما يقلش عن 30 يمضوا على مشروع القانون، يوقعوا على مشروع القانون. الجهه الاخيره ودي بتقدم مقترح بقانون هو نائب من نواب الشعب او نائب من مجلس النواب او اقل من العشر، بيقدم مقترح بقانون. يعني ايه مقترح بقانون؟ يعني اللي بيقدمه ده لازم يتعرض على لجنه المقترحات في مجلس النواب، وفت عليه لجنه المقترحات في مجلس النواب يتحول من مقترح بقانون الى مشروع قانون. وكده عندنا اربع جهات ممكن تقدم لنا مشروع القانون. ثلاثه بيقدموا مشروع قانون وجهه بتقدم مقترح بقانون. طب كده المشروعات لسه احنا في مرحله الاقتراح. نيجي المشروع القانون ده يروح على اللجنه المختصه، مجلس النواب متقسم للجان. ده كله في مرحله الاقتراح. اللجان دي لجنه خاصه بالتعليم، لجنه خاصه بالصحه، لجنه خاصه بالامن القومي، لجنه خاصه بالرياضه، لجنه خاصه بالتشريعات، لجنه التصريح والتشريعات. لو قلنا كل تشريع نشوف بيخص ايه، اللي بيخص الرياضه نوديه للجنه الرياضه، شباب الرياضه، بيخص الصحه نوديه للجنه الصحه، شوف مشروع القانون بيخص ايه ونوديه للجنه المختصه. اللجنه المختصه بتدرس مشروع القانون وبتصيغه بدقه، وبكده بتنتهي مرحله الايه؟ الاقتراح. مشروع القانون رايح بقى يطلع للمرحله الثانيه من مراحل سن التشريع وهي مرحله الاقرار. ايه بقى مرحله الاقرار؟ في مرحله الاقرار ان مجلس النواب بيجتمع ولازم يكون النصاب الخاص باجتماعه مكتمل. في مرحله الاقرار ده بيتم مناقشه مشروع القانون ماده ماده. مين اللي بيقوم بقى في مرحله الاقرار؟ مجلس النواب بيناقش مشروع القانون ماده ماده. يعني على سبيل المثال انا مقدم مشروع قانون مكون من 70 ماده، مجلس النواب يقعد يجتمع ويدرس مواد مشروع القانون ماده ماده، الماده الاولى موافقين ولا مش موافقين، الماده الثانيه، ويصوتوا عليه ويصوتوا على المواد دي ماده ماده. يصوتوا على المواد دي ايه؟ ماده ماده.
المواد اللي تتقبل هي اللي بتكون مشروع القانون، لازم المادة عشان يتوافق عليها يوافق عليها أغلبية الحضور، لازم يوافق عليها كام؟ أغلبية الحضور، أغلبية الحضور، يعني نص اللي حاضرين زائد واحد. توافق عليها خلاص. نشوف كل المواد اللي توافق عليها إيه، وكده مشروع القانون يبقى مجلس النواب أقره. يعني إيه أقره؟ ناقش مواد مشروع القانون مادة مادة، مجلس النواب ناقش مواد مشروع القانون مادة مادة. افرض مجلس النواب بعد ما ناقش مواد مشروع القانون مادة مادة كده خلاص وافق على 50 مادة من ال 70، بيطلع مشروع القانون المرحلة الثالثة بال 50 مادة دول اللي هو بيتبعت فين؟ لرئاسة الجمهورية. 50 مادة دول بيكونوا مشروع القانون، بعد يروحوا فين؟ رئاسة الجمهورية. دي عشان يروح المرحلة الثالثة من مراحل سن التشريع، وهي مرحلة التصديق. يعني ايه مرحلة التصديق على القانون؟ ان رئيس الجمهورية يوقع على مشروع القانون خلال 30 يوم من وصول مشروع القانون لرئاسة الجمهورية. يبقى ايه مرحلة التصديق؟ في المرحلة دي المرحلة الثالثة من مراحل سن التشريع، ان رئيس الجمهورية بيوقع على مشروع القانون خلال 30 يوم من ارساله لرئاسة الجمهورية. مين اللي بيرسله لرئاسة الجمهورية؟ رئيس مجلس النواب. طب رئيس الجمهورية لما بيوقع على مشروع القانون، تاريخ توقيع رئيس الجمهورية على مشروع القانون ده تاريخ إصدار القانون. يبقى تاريخ إصدار القانون هو التاريخ اللي بيوقع فيه رئيس الجمهورية على مشروع القانون. طب رئيس الجمهورية يصدر على مشروع القانون إمتى؟ خلال 30 يوم من وصوله لرئاسة الجمهورية. طب افرض رئيس الجمهورية مش عاجبه مشروع القانون أو شايف فيه إشكالية معينة، يرجع تاني مشروع القانون لمجلس النواب. طب لو مجلس النواب قدامه خيارين بقى لما رئيس الجمهورية يبعت له مشروع القانون، الخيار الأول إن هو ينطاع لرأي رئيس الجمهورية ويصرف نظر على مشروع القانون اللي مش عاجب رئيس الجمهورية. طب الطريق الثاني لا، إن مجلس النواب عايز يمشي مشروع القانون فلازم يصدره بأغلبية خاصة اللي هي تلتين مجلس النواب، مش تلتين الحضور، أغلبية خاصة لا تقل عن تلتين مجلس النواب، لا تقل عن تلتين مجلس النواب، مش تلتين الحضور. طيب وافقوا تلتين، يبقى لازم رئيس الجمهورية يعني يبعتوا الرئاسة، ولازم رئيس الجمهورية يصدق على مشروع القانون. طيب خلصتنا، خلصنا من مرحلة الاقتراح ومرحلة الإقرار ومرحلة التصديق. نيجي للمرحلة الأخيرة، هي مرحلة نشر مشروع القانون. مرحلة نشر مشروع القانون يعني ايه النشر؟ ان رئيس الجمهورية خلال 15 يوم من تصديقه على مشروع القانون لازم يبعته الجريدة الرسمية عشان يتنشر. ليه؟ قالك لان النشر ده بيكون قرينة العلم في حق المجتمع عشان ينفذوا القانون. طب ليه خلينا رئيس الجمهورية هو اللي يصدق على مشروع القانون؟ قالك عشان الامر يبقى صادر من الحكومة، من رئيس الجمهورية، مش صادر من مجلس النواب. لان احنا عندنا مبدا الفصل بين السلطات، بالتالي اللي بيدي الامر للحكومه بتنفيذ القانون رئيس الجمهوريه مش مجلس النواب. طب في الجزئيه دي احنا ما بننشر مشروع القانون، بننشره فين؟ بننشره في الجريده الرسميه. ايه هي الجريده الرسميه دي؟ اسمها جريده الوقائع المصريه، اسمها الجريده الرسميه، مش الصحيفه القوميه. الصحف القوميه حاجه والجريده الرسميه حاجه. الجريده الرسميه هي جريده الوقائع المصريه، إن الصحف القومية الأهرام والأخبار الجمهورية، وبالتالي لو القانون اتنشر في جريدة الأهرام أو الأخبار الجمهورية ما ينفعش، اتنشر في الإذاعة والتلفزيون ما ينفعش، اتنشر يعني ما ينفعش؟ ده ما يعنيش إن مرحلة النشر اتعملت، لأن مرحلة النشر مش هتتحقق إلا لما يتنشر في الجريدة الإيه؟ الرسمية. طب كده إن بيبقى القانون نافذ إمتى؟ بعد مرور 30 يوم حسب الأصل من نشر في الجريدة الرسمية. القانون بيبقى نافذ إمتى؟ بعد مرور 30 يوم حسب الاصل من نشره في الجريده الرسميه. طب افرض المشرع عايز يطبق القانون في اليوم التالي النشر، ونقول له نص على كده يا مشرع. طب عايز يطبقه بعد اسبوعين من النشر، نص على كده. يبقى انت اي تاريخ يا مشرع عايزه يمشي اقل من 30 يوم او اكتر من 30 يوم لازم تحط نص في القانون هيطبق امتى. لكن الاصل لو انت ما حطيتش نص بالمده اللي هينفذ بعدها، يبقى القانون نافذ بعد 30 يوم. 30 يوم بتختلف عن شهر، لان الشهر ممكن يبقى 28 يوم او 29 يوم او 31 يوم. نقول لا، المده اللازمه لنفاذ القانون حسب الاصل هي ايه؟ 30 يوم من تاريخ الايه؟ النشر في الجريده الرسميه. ومجرد من نشره في الجريده الرسميه ومرور 30 يوم من نشره كده القاعده القانونيه بتبقى قاعده ايه؟ ملزمه. هنا بتبدا ميلاد القاعده القانونيه.
تنشأ إلزامية القاعدة القانونية ويوقع الجزاء على من يخالف أحكامها. طب إيه فايدة أو إيه أهمية مدة 30 يوم؟ أهمية مدة 30 يوم دول من إيه؟ عشان الناس تقدر توفق أوضاعهم في تطبيق قانون جديد. عشان هنا لو أنا طبقت القانون فور إصداره مش هيتوفر للناس المؤمن، مش هيقدروا يكيفوا أوضاعهم. فنقول له 30 يوم دول مدة مقبولة عشان الناس تقدر تكيف أوضاعها في التعامل مع القاعدة القانونية الجديدة. ومن هنا بينشأ مبدأ مهم جدا اسمه مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون. مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون، يعني ايه مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون؟ ان احنا بمجرد ما بننشر القانون في الجريدة الرسمية ويمر 30 يوم حسب الاصل من نشره، لا يجوز لاي شخص مهما كان ان يدعي عدم علمه بالقانون او ان يدعي جهله بالقانون. لا يجوز لاي شخص مهما كان ان يدعي عدم علمه بالقانون او يدعي جهله بالقانون. لا يجوز لاي شخص مهما كان ان يدعي عدم علمه بالقانون او ان يدعي جهله بالقانون. ليه؟ لانه في الدعاء والعدم علمه بالقانون او جهله بالقانون رغبه في الهروب من تطبيق احكام القانون. يبقى المقصود بقاعده او مبدا عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون، نقول لك ان القاعده او المبدا دي بتقول لا يجوز لاي شخص بعد نشر القانون او بعد توافر العلم بالقانون ان يحتج بعدم علمه بالقاعده القانونيه. ليه؟ لان في احتجاجه بعدم علمه بالقاعده القانونيه رغبه منه في الهروب من تطبيق احكام القانون. ده تعريف مبدا عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون. طيب احنا نيجي نقول في تعريف مبدا عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون، المبدا ده ايه المبررات بتاعته او اهميته؟ المبررات بتاعته هي تحقيق العداله. إن لو في ناس اعتذرت بالجهل بالقانون مش هطبق عليها، وناس ما اعتذرتش هطبق عليها، بينما ما فيش عدل. نقول لا، العدالة بتقول لازم القانون يتطبق على الكل، سواء اللي اعتذر بيه أو اللي ما اعتذرش بيه، اللي يعلم بيه أو اللي ما يعلمش بيه، إن بمجرد نشره في الجريدة الرسمية ومرور 30 يوم على حسب الأصل من نشره دي قرينة على العلم، وبالتالي لازم يتطبق القانون على الكل. يبقى أساس تطبيق القاعدة القانونية هنا إيه؟ هو تحقيق العدالة. طيب النقطة الثانية اللي أنا عايز أقولها، مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون، هي قاعدة تشريعية. نقول لا، قانون مدني لا ينص على القاعدة دي. طب إحنا أساسه إيه؟ قال لك دي قاعدة عرفية، لكن كان منصوص عليها في لائحة المحاكم سابقا وما وردتش في القانون المدني الجديد. فأما المحاكم اتعودت على تطبيق القاعدة دي والأوضاع اتعودوا على تطبيق القاعدة دي، فأصبح عرف. القاعدة دي أساسها العرف ومصدر إلزاميتها أصبحت الإيه؟ العرف. طب نطاق قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون، نطاقها ايه؟ يعني هل بطبقها على التشريع بس؟ ان لا يجوز الاعتذار بالجهل بالتشريع بس؟ ولا لا يجوز الاعتذار بأي مصدر من مصادر القانون؟ سواء كان تشريع أو عرف أو مبادئ شريعة إسلامية أو مبادئ القانون الطبيعي والقواعد العدلية. قال لك هنا لا يجوز الاعتذار بأي قاعدة من قواعد القاعدة القانونية، بأي مصدر من مصادر القاعدة القانونية، نطاقها واسع. لا يجوز الاعتذار بالعرف، لا يجوز الاعتذار بالتشريع، لا يجوز الاعتذار بمبادئ الشريعه الاسلاميه، لا يجوز الاعتذار بمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العداله. يبقى هنا نطاقها واسع. طب هل في استثناء على قاعده عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون؟ ايوه في استثناء. الاستثناء ان لو الجريده الرسميه ما وصلتش لاقليم معين من اقاليم الدوله لظروف طارئه معينه، حرب، ثوره، ارهاب، كورونا، اي ظرف طارئ خارج عن اراده الاقليم ده، احتلال مثلا، منع ان الجريده توصل للمكان ده، لا، في الحاله دي ما يتطبقش القانون على الجهه دي. بس هو ده الاستثناء الوحيد اللي فيه ظروف طارئه منعت وصول الجريده الرسميه لاقليم الدوله. بس نقول لك على فكره، مع تقدم العلم في وسائل التقنيه ووسائل التواصل، هنا ممكن القانون يتوفر العلم بيه بطرق كتير جدا. ممكن عن طريق الانترنت، ممكن عن طريق اذاعه التلفزيون، ممكن عن طريق الصحف القوميه، مش شرط الجريده الايه؟ الرسميه. بس في جزئيه لازم ناكد عليها. بقول لك على فكره، عدم الاعتذار بالجهل بالقانون بمجرد نشره توفر، بالتالي لو في واحد في غيبوبه لا يجوز له الاعتذار بالجهل بالقانون. واحد كان مسافر لا يجوز له الاعتذار بالجهل بالقانون. واحد اجنبي لا يجوز له الاعتذار له ان يحق له، لا يجوز انه يعتذر بجهله بالايه؟ بالقانون. طيب في بقى فرق بين الاعتذار بالجهل بالقانون والاعتذار بالغلط في القانون.
الاعتذار بالجهل بالقانون احنا قلنا ده مبدأ الهدف منه ان انا عايز بعتذر عشان اهرب من تطبيق احكام القانون، قلنا لا ده لا يجوز، يبقى هنا ليس لاي شخص الحق ان يعتذر بجهله بالقانون، لانه في اعتذاره بجهله بالقانون رغبه منه في الهروب من تطبيق احكام القانون. لكن بالنسبه للاعتذار بالغلط في القانون ده معناه ان انا طبقت القانون بطريقه خاطئه، طبقت القانون بطريقه خاطئه، فانا عايز اعتذر بغلط في القانون عشان اطبق صحيح القانون. طالما نقول له في الغلط في القانون طالما هدفك تطبيق صحيح القانون يبقى يجوز، يجوز تعتذر وترفع دعوه وتقول له يا سياده القاضي انا طبقت القانون غلط وعايز اطبق صحيح القانون. يعني افرض انت وزعت انصبه الميراث غلط، لا ارفع دعوه واقول له بعتذر يا سياده القاضي عايزين نطبق صحيح القانون على انصبه الميراث. يبقى هنا في فرق بين الغلط في القانون والاعتذار بالجهل بالقانون. كده عرفنا المبدا الثاني ده بينشا بمجرد نشر التشريع في الجريده الرسميه. طب نيجي نقول في جزئيه ثانيه، ايه هي انواع القواعد القانونيه المكتوبه؟ لكن القواعد القانونيه المكتوبه عندنا ثلاث انواع من القواعد القانونيه المكتوبه. بنفرق بين مصادر القاعده القانونيه اللي احنا قلنا اربعه، دول في نفس المستوى، التشريع يليه العرف يليه مبادئ الشريعه الاسلاميه يليه مبادئ الاصول الطبيعيه والقواعد العدليه. لكن انواع القواعد القانونيه المكتوبه دي اسمها تدرج القاعده القانونيه. الدستور ده اعلى القواعد، يليه التشريع في المرحله الثانيه، يليه العرف اللائحه في المرحله الثانيه. الدستور بيصدر حسب الاصل عن الشعب، طب التشريع بيصدر عن نواب الشعب، طب اللائحه دي بتصدر عن الحكومه او السلطه التنفيذيه. نبدا نشرح الدستور وبعد كده نشرح التشريع، نشرح التشريع وبعد كده نشرح الايه اللائحه. ايه هو الدستور؟ قال لك الدستور دي مجموعه القواعد القانونيه، ايه بقى اللي بتحدد شكل الدوله وبتحدد نظام الحكم في الدولة وبتنظم العلاقة بين السلطات في الدولة وبتحدد ايه الحقوق والحريات اللي الدولة بتديها لأفرادها. بالدستور مجموعة القواعد القانونية اللي تحدد شكل الدولة، نظام الحكم في الدولة، بتنظم العلاقة بين السلطات في الدولة وبتحدد ايه الحقوق والحريات اللي الدولة بتديها لأفرادها. بهنا كده الدستور ده يعتبر مبادئ الدولة، أسمى أنواع القواعد، القواعد اللي تحدد أخلاقيات الدولة، ده أعلى حاجة في الدولة، زي ما الناس بتسميه التشريع الأساسي، التشريع الأول. طيب ده الدستور عرفنا، طب نعرف التشريع، ده مجموعة القواعد القانونية المكتوبة الصادرة عن السلطة المختصة، والسلطة المختصة هي مجلس الإيه؟ النواب. طيب اللائحة، قال لك اللائحة مجموعة القواعد القانونية المختصة صادرة عن الحكومة، مجموعة القواعد القانونية المكتوبة صادرة عن مين؟ الحكومة. يبقى نيجي نقول إيه مصدر بقى التلاتة؟ يقول لك اللائحة بتصدر عن الحكومة أو السلطة التنفيذية. التشريع بيصدر عن مجلس النواب، عن نواب الشعب. طب الدستور؟ قال لك الدستور بيصدر بثلاث طرق. أما بيصدر بطريقة غير ديمقراطية وهي طريقة منحة من الحاكم، ان بيصدر كمنحة من الايه من الحاكم، يعني ان الحاكم بيمنح الشعب الدستور. ولكن دي طريقه غير ديمقراطيه في عمل الدستوريه. ليه؟ لان الحاكم هو اللي بيحدد نظام الحكم في الدوله، وهو بيحدد شكل الدوله، هو اللي بينظم العلاقه بين السلطات في الدوله، وهو اللي بيحدد ايه الحريات اللي الدوله بتديها الافراد. ده الطريقه اللي اتعمل بيها الدستور 1923، اول طريقه من طرق وضع الدساتير طريقه المنحه من الحاكم. تاني طريقة من طرق وضع الدساتير طريقة الجمعية التأسيسية المنتخبة، إن الشعب بينتخب جمعية تأسيسية دورها أو بتتأسس أو بتتعمل عشان غرض واحد بس، تعمل للشعب دستوره، تعمل للدولة دستور. يبقى دي اسمها طريقة الجمعية التأسيسية المنتخبة، طريقة الجمعية التأسيسية المنتخبة، ودي الطريقة اللي بتتعمل بها دساتير الدول المتقدمة زي فرنسا مثلا. يبقى أول طريقة من طرق عمل الدساتير هي طريقة المنحة من الحاكم، تاني طريقة هي طريقة الجمعية التأسيسية المنتخبة، تالت طريقة هي طريقة الاستفتاء الشعبي، الاستفتاء الدستوري. إن الشعب يخرج هو ويحط دستوره بنفسه عن طريق الاستفتاء الإيه؟ الدستوري. كده الطرق اللي اتعمل بها الدساتير. طب إحنا عندنا كم نوع من اللوائح؟ طب اللائحة بتتعمل إزاي؟ قال لك إن السلطة القيادية سواء مجلس الكلية سواء الوزارة سواء السلطة المختصة بالمنفق العام هي بتعمل له اللائحة بتاعته. السلطة المختصة بالحكومة هي اللي بتعمل اللائحة بتاعتها، سواء مجلس الكلية، مجلس الجامعة، أي مجلس هو بيحط اللائحة بتاعته وبيمشي بالإجراءات الخاصة بإيه؟ بنشر اللائحة أو بإصدار اللائحة. طب أنواع اللوائح إيه؟ إحنا عندنا ثلاث أنواع من اللوائح.
اللائحة لو بتنظم العلاقة، لو اللائحة بتنظم العلاقة داخل مرفق عام، لو اللائحة بتنظم مرفق عام يبقى دي لائحة تنظيمية، طالما بتنظم مرفق عام يبقى لائحة تنظيمية. طب لو اللائحة بتصدر لتنفيذ القانون، تنفيذ أحكام القانون، قال لك دي لائحة تنفيذية، لأن القانون بيبقى قواعده مختصرة. فيجي يوضح اللائحة، تيجي توضح الإجراءات اللي هيتنفذ بها القاعدة القانونية، بدي لائحة تنفيذية. في لائحة برضو أخيرة اسمها لائحة الضبط، اللي بتحط القواعد والقيود على حريات الأفراد. طالما لائحة الضبط بتحط القواعد والقيود على حريات الأفراد، يبقى دي لازم تصدرها أعلى سلطة تنفيذية اللي هو رئيس الإيه؟ الجمهورية. كده يبقى إحنا عرفنا إيه هو التشريع، إيه مزايا وعيوب التشريع، ايه هي طرق سن التشريع، ايه هي قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون، ايه انواع التشريعات المكتوبة. نيجي بقى للنقطة اللي بعد كده، هل يجوز لرئيس الجمهورية سن التشريع؟ لا، انا اقول له ده خطأ. السلطة المختصة بسن التشريع هي مجلس النواب، والتشريع عشان يتسن بيمر بالاربع مراحل دول، بيمر بالاربع مراحل دول: حلقة الاقتراح، مرحلة الإقرار، مرحلة التصديق، مرحلة النشر. طب افرض أنا عندي مجلس النواب غايب، انتشر غايب لأي سبب من الأسباب بقى، تم إحالته في أجازة، بين أدوار الانعقاد، مش موجود مجلس النواب، وعندي ظرف طارئ مر بيه البلد، مثلا إيه؟ حرب، زلزال، بركان، كورونا، أي حاجة مر بيها البلد، وإحنا محتاجين قواعد تنظم، وإنه لو توفر الشرطين دول، لو توفر الشرطين دول، شرط الظروف الطارئة وشرط غياب مجلس النواب، نقول له يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات لها قوة القانون. يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات لها قوة القانون، مش قوانين. يبقى رئيس الجمهورية ما بيصدرش قوانين، بيصدر في وفقا لدستور 2014 بيصدر قرارات لها قوة القانون. يعني ايه قرارات لها قوة القانون؟ انه بيصدر قرار وبعد كده لازم يعمل